مليون اسئله. انا في تجاره عربي وفضلتها عن كليه التمريض، والناس قالوا لي ان تمريض مش حلوه للرجاله وكده، فدخلت تجاره وحاليا في سنه تانية، وندمان اني سبت تمريض من حيث الشغل وازاي اقدر الاقي شغل بسرعه بعد ما اتخرج عربي. وحضرتك تنصحني بايه؟ انصحك ان خلاص لا تبكي على الماضي. الناس اللي يقول لك ده كذا، الناس قالت ده ما تصلحش للرجاله، لا لا لا، كل الكلام ده خلاص ماضي وانتهى. ربنا قدر في هذه اللحظه، انا ما اعرفش اسمك ايه، انا كاتب اسمك القران الكريم ده اسمه، في ربنا قدر ده، فخلاص لا تبكي على الماضي، ما تقعدش تقول يا ريتني دخلت ده ويا ريتني وسمعت كلامهم ليه يا ريتني، لا خلاص اللي حصل حصل ولا نبكي على الماضي. النقطة التانية لأنه قدر، النقطة التانية خلاص أنا بركز على كلية التجارة، أركز على إن أنت قبل ما تتخرج أختار تخصص من تخصصات كلية التجارة. في حاجات كتيرة ممكن تتخصص فيها، لو أنت ليك في جو المستشفيات والجو ده ممكن تدخل في مجال إدارة المستشفيات، دي معلومة ممكن تاخدها، ممكن تدخل تشتغل إداري في المستشفيات، ودي كمان من الحاجات اللي ممكن إنك تتميز فيها، تشتغل إداري تاخد دبلومة في إدارة المستشفيات، تاخد في إدارة العدوى، في حاجات كتيرة ممكن إنك تاخد فيها تشتغل فيها في المستشفيات والأماكن دي وأنت خريج من خريج كلية التجارة وتشتغل فيها. لو أنت مش حابب المجال ده ممكن تدخل مجالات من مجالات الإدارة أو المحاسبة أو أي مكان وتشوف نفسك فيها وربنا يكرمك بإذن الله، واهتم باللغة الإنجليزية، الأوفيس وكتابة الإيميل، الانترفيو وإزاي تعدي منه وإزاي تلبس كويس، إزاي تكتب السي في، كل الحاجات دي هتخلي إن شاء الله لما تيجي تتخرج مع لغتك الإنجليزية عندك الفرصة إنك تجد فرصة عمل، وربنا يوفقك إن شاء الله ويكتب لك كل خير.